اختر موعدك لاقتناء أضحيتك. هكذا حاول هذا الموال بيع أضاحي العيد في هذا الفضاء المفتوح أمام منزله بمنطقة أزلاف بحمام قرقور في ولاية سطيف، تفاديا للاحتكاك المباشر مع التقيد بإجراءات الوقاية الصحية. هنا خير من السوق، هنا المواطن ما يخافش على صحته، هنا المواطن ما يخافش على صحته. أولا بلي رونديفو واحد يجيني على الوحدة، كل واحد كيفاه يجي، كل واحد يعيط لي يعيط لي في التليفون قال أربع ساعة الفلانية ما تخافش على صحتك، هو يدير بافاتي وأنا ندير بافاتي والمشتري كيشري عليا يخليه هنا إن شاء الله يشري عليا قبل بشهر يقعد لهنا ويأكل وما نفرش فيه، نوصله لهنا ليلة العرفة. قلق أسواق المواشي مع اتخاذ الإصابات بوباء كورونا في ولاية سطيف منحا تصاعديا، حتى مع على أسامة اللجوء لهذا الأسلوب مما خلق ارتياحا لدى مواطن المنطقة الراغبين لأداء شعيرة النحر. مع الإبيديمية دي واحد يخاف على روحه، مام لي مارشي دوكا مسكرهم، أنا دو بريفيرونس نجي نشري هكذا من ليسباس هكذا أوفر كيما هذا، ما كانش احتكاك ما كانش كونتاكت مع الغاشي، وعيت له قبل ما نجي انا عيت له قال لي اروح لي على 6، جيت على 6 والحمد لله لقيت روحي وحدي. هذه تروح والله تقعد هذه روح سيدي خلي مع الزوج الله يبارك فيك. قد تختلف طرق بيع الاضاحي في هذه الظروف الاستثنائيه، لكن الاكيد ان تطبيق البروتوكول الصحي هو الاهم لتفادي العدوى.